السلام عليكم، كيف حالك يا وحش؟ مقطع اليوم راح نجمع الوردة هذه بتساعدك في تطوير شاو وفي تطوير ليفل جانيو، يعني راح ترفع ليفل شاو وليفل جانيو بسرعة، ولازم تكون معك الوردة هذه عشان ترفع ليفلهم إلى ليفل عالي. أتمنى أنك تدعمنا باللايك والاشتراك ونشر الفيديو، والله يعطيك ألف عافية. أبشركم يا شباب، دخلت ليفل 53، والحين أترككم مع المقطع وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مع السلامة.
Show me your prescription. Boring. Why are you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to.